بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حضورنا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حفل إعلان نتائج الفائزين بجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثالثة، والتي تأتي بشكل استثنائي ومواكبة للتغييرات الناتجة من وراء جائحة كورونا، والتزاما من مملكة البحرين للتصدي لها بكافة الوسائل المتاحة. نبقى الآن مع الكلمة السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنه لمن دواعي سرورنا أن نشهد معكم ختام أعمال النسخة الثالثة من جائزتنا هذا، والإعلان عن الفائزين بها، التي نعتبرها رسالة تقدير واعتزاز من مملكة البحرين لشباب العالم من أصحاب المبادرات والإنجازات الذين يلتزمون ويبدعون في تقديم الحلول المؤثرة والمستدامة ليعم عالمنا الاستقرار والسلام، ولتحظى شعوب بالأمن والرخاء. وبالنظر إلى ما تمر به مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، وهي تتصدى لأزمة صحية مستجدة فرضت العديد من المتغيرات وجاءت بالمزيد من التحديات، فإنه يصبح من الضروري أن يتاح أمام الشباب المزيد من الفرص العملية والمعرفية ليتمكنوا من الإسهام في تطوير الشأن التنموي وبأساليب مبتكرة تسرع من تحقيق الأجندة العالمية للتنمية المستدامة. ونود هنا أن نعرب عن اعتزازنا العميق لما تبذله كوادرنا البحرينية الشابة من جهود متواصلة وبخطوات واثقة نتابعها وبكل اهتمام، تعزيزاً لريادة تجربتنا الشبابية الوطنية لترتقي بنتائج عملها ولتستمر في تحقيق إنجازاتها بمهنية عالية وبتنافسية عالمية. ونقدر في هذا الصدد المتابعة الحثيثة والسعي المخلص للابن العزيز سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثلنا للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، الذي يقدم كل ما يلزم من أجل نهضة شبابية قادرة على التواصل مع العالم بلغة العصر وروح التجديد، وبالعمل على ما يوحد جهودهم لتكوين قوة واعية بواجباتها وقادرة على البناء وقيادة الأوطان. وختاما، نتقدم بتهانينا الخالصة للفائزين بالجائزة، ونشكرهم على اهتمامهم بالمشاركة فيها بمشروعاتهم ومبادراتهم المتميزة، والتي نأمل أن تجد طريقة تنفيذ للبناء على مكتسباتنا التنموية، وخصوصا في مثل هذه الأوقات الصعبة، مقدرين كذلك الجهود الطيبة لطاقم العمل بوزارة شؤون الشباب والرياضة وكافة اللجان والشركاء المساندين لأعمال الجائزة تحقيقاً لأهدافها المرجوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تمثل جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مبادرة عالمية لتحفيز الأفراد والمؤسسات على المساهمة في تحقيق الأهداف العالمية.
تولي مملكة البحرين اهتماماً بالغ الأهمية بها، اهتمام نابع من حرص القيادة على مشاركة العالم قضاياه وطموحاته السامية. نبقى الآن مع كلمة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب. بسم الله الرحمن الرحيم، يطيب لي أن أرفع إلى مقام سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، أسمى آيات الشكر والتقدير على دعم جلالته أيده الله اللامحدود للشباب البحريني والعالمي، انطلاقا من رؤية جلالته الشمولية والمستقبلية لتمكين الشباب ومشاركتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة. دائما ما يؤكد جلالته على أن الشباب البحريني مصدر ثرائنا ورهاننا المضمون، وأن مسألة تمكين الشباب أولوية وطنية لتحفيز مشاركتهم الفعالة كقوة عمل وبناء. ونحن بدورنا ننقل رؤية جلالة الملك لتتخطى الواقع المحلي لتصل إلى جميع شباب العالم، ونسعى إلى صناعة الأمن لهم، انطلاقا من كون مملكة البحرين التي كانت ولا زالت المكان المفضل وأرض الفرص للشباب. أصرت مملكة البحرين على مواصلة جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثالثة رغم التحديات الكبيرة التي فرضتها جائحة كورونا. وأصرارنا نابع من توجيهات جلالة الملك بتخطي جميع التحديات التي فرضتها الجائحة، وذلك في سبيل رفعة الشباب وتأكيد مكانتهم. وعقدنا العزم على تحويل تلك التحديات إلى نقاط انطلاقة جديدة لرؤية الإبداع والابتكار. إن ما يميز نسخة هذا العام من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة هو إضافة أبعاد جديدة تطلبت منها توجيه الشباب للتفكير والمراجعة بطريقة إبداعية، وتجعل من الشباب يفكرون خارج الصندوق للعمل على إيجاد الحلول لتنفيذ الأهداف الأممية وتطبيق المبادرات والمشاريع الشبابية التي تعالج الأهداف التي تضررت من جائحة كورونا، الأمر الذي يضيف بعدا جديدا للجائزة باعتبارها الجائزة الأولى عالميا التي تدفع الشباب لمعالجة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على قطاعات التنمية المستدامة. نفخر بما وصلت إليه جائزة الملك حمد من انتشار واسع في مختلف أرجاء العالم، وهو الأمر الذي تمثل في تحقيق النسخة الثالثة من الجائزة لمشاركة كبيرة من قبل الشباب والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الأهلية بما يفوق السنوات الماضية بشكل كبير. تحملت مملكة البحرين ولله الحمد مسؤولياتها الدولية تجاه تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقامت بإشراك الشباب البحريني والعالمي متخذين من نهج جلالة الملك المفدى نبراسا لجعل البحرين عاصمة الشباب والرياضة وتعزيز فرص البيئة التنافسية العادلة المفتوحة بين الأوساط الشبابية للتسابق من أجل بناء عالم أكثر رفاهية للشعوب وينعم بخيرات التنمية. شكرا سيدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استطاعت مملكة البحرين أن تكون رقما صعبا في ظل جائحة كورونا، وحصلت على العديد من الإشادات بالدور الذي قامت به خلال الفترة الماضية وطريقة تعاملها مع الجائحة بفضل الجهود المبذولة من كافة الجهات والأفراد في المملكة وبروح فريق البحرين. نبقى الآن مع كلمة سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد، وزير شؤون الشباب والرياضة. الإخوة والأخوات الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الاهتمام المباشر من قبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه كان السبب الحقيقي والمباشر في تحقيق النجاح الكبير لجائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في نسختها الثالثة، وتأكيد جهود مملكة البحرين لدعم المجتمع الدولي للاحتفاء بجهود الشباب حول العالم ومنحهم فرصة تقديم المبادرات لتقديم عطائهم وتشجيعهم على التجديد والتطوير وصياغة مستقبل أوطانهم. وأود أن أغتنم الفرصة في لقائنا هذا
لتوجيه الشكر الخاص لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب لدعمه المباشر لوزارة شؤون الشباب والرياضة وشباب البحرين والعالم ومتابعته الحثيثة لتفاصيل الجائزة النابعة من إصرار واهتمام سموه تجاه الشباب العالمي والذي يعكس مسؤوليات المملكة ودعمها لجهود الأمم المتحدة في سبيل منح الشباب الفرصة الكاملة لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤيتهم وأفكارهم ومبادراتهم. وقد تمكننا في هذا العام من إدخال تطور جديد على الجائزة نابع من المتغيرات الحالية التي يشهدها العالم والآثار المترتبة من وراء جائحة كورونا. إننا ننظر بكل الفخر والاعتزاز للأعمال والمشروعات التي قدمها المشاركين والنابعة من وحي الشباب في هذه الجائزة، ونؤكد بأن كل مشاركة كانت مكسب لقطاع الشباب في العالم، ونحن بدورنا نتشرف بتسليط الضوء على هذه المبادرات بما يخدم إعلاء شأن الشباب العالمي، ونشكر جميع الشباب المبادر والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني على التفاعل الإيجابي مع الجائزة. ختاماً أكرر شكري لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل بلاد مفدى حفظه الله ورعاه على رعايته واهتمامه بالشباب البحريني والشباب العربي والشباب العالمي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عام تلو عام والجائزة تحقق انتشارا واسعا ومشاركات أكبر وحرص على المشاركة من كافة الفئات، وهذا ما تبرزه لنا أرقام الإحصائيات في كل نسخة. نتعرف على أبرز ما يميز النسخة الثالثة من خلال هذا العرض المصور. انطلقت جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بهدف دعم الشباب والمؤسسات حول العالم ومشاركتهم في الوفاء بوعد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي بدورها تهدف لحل العديد من أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية والمناخية التي يواجهها العالم بمنطلق تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والحث على الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية والمحافظة على النظم الحية للمساهمة في خلق بيئة مستدامة وعادلة لجميع سكان العالم. في هذا العام وبسبب تفشي جائحة كورونا تأثرت العديد من القطاعات في جميع أنحاء العالم بشكل سلبي، وكان هذا العام مليئا بالتحديات التي أعاقت الحركة التنموية حول العالم لتحقيق الأهداف. ورغم هذه التحديات تمكننا من التأقلم مع ذلك بمساعدة فريق الأمم المتحدة لمواجهة جائحة كورونا، وها نحن اليوم نحتفي بنجاح العديد من الشباب والمؤسسات الذين تمكنوا من تطبيق مبادراتهم التي ساهمت في تحقيق أهداف التنمية المستدامة رغم الظروف الصعبة. وبدورها تأتي النسخة الثالثة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمشاركة أكثر من 4000 متسابق من مختلف أنحاء العالم، والذي يعتبر أكبر عدد من المشاركات في هذه الجائزة مقارنة مع نسخها السابقة، حيث كانت الدول الأكثر مشاركة كالتالي: وانقسمت المشاركات بين 66% من الذكور و 34% من الإناث، ونتوجه بالشكر الجزيل لجميع المشاركين في الجائزة. وجاءت هذه النسخة من الجائزة مع عدد من التحسينات للتأقلم مع الأوضاع العالمية، وتضمنت هذه التحسينات تطوير الموقع الإلكتروني للجائزة وتغيير معايير الجائزة لتقييم مدى تأقلم المشاركين مع الجائحة العالمية. ونتقدم بجزيل الشكر لشركاء الجائزة من لجنة التحكيم الأولية والعليا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمساهمتهم في إنجاح هذه النسخة الاستثنائية من الجائزة. في كل نسخة تستقبل إدارة الجائزة العديد من المشاركات من مختلف دول العالم، ويشرف على عملية التحكيم نخبة منتقى من أصحاب الاختصاص وممثلين من منظمة الأمم المتحدة، وتتم العملية وفق أعلى معايير النزاهة والحيادية. للمزيد نترككم مع كلمة ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمملكة البحرين سعادة السيد ستيفانو باتيناتو.
My name is Stefano Pettinato. I'm the UNDP resident representative in the Kingdom of Bahrain. Since 1978, UNDP in Bahrain works side by side and in partnership with government entities and other actors towards the achievement of national goals and international commitments, including the Sustainable Development Goals. The King Hamad Award is an example of such partnerships. Under the patronage of His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa, since 2017, UNDP works with the Ministry of Youth and Sports Affairs to design, implement, and promote the Awards for Youth Empowerment for the SDGs. And every year, this endeavor grows in size and reach. This year's edition reached out to over 100 countries, receiving more than 4,000 applications. This is a 14% increase since last year and 5 times as many since the 2018 edition. We commend the Kingdom of Bahrain and His Majesty the King for spearheading this initiative, and we're grateful to have been able to give our contribution. We believe that the success of the King Hamad Award rests on 3 factors: the selection criteria, the objectivity in the screening, and the broad outreach. We live in a changing world, and the award needs to adapt to the times. The criteria are revised every year to increase the relevance of the applications to the theme, making them practical and ensuring that they speak to current challenges, including the COVID-19 and its implications. Any award's credibility rests on its internal mechanisms that need to reflect fair selection of the best applications. The objectivity in the selection process comes from the UN-based technical jury. 7 UN entities allocated senior staff to ensure the identification of best applications. This, coupled with the prestige coming from a high-level panel of international jurors that make the final decision. And last but not least, the outreach. The ambition of this award to become global is reflected in the numbers. This year, even more than in the past, we have leveraged on our global network within UNDP and other sister UN organizations spread around the world to ensure the broadest participation to the award. This award puts global youth in the driver's seat. Youth are protagonists, not only of the future, but of the present. Our role is to provide them with the space, the opportunities, and the instruments to express their resourcefulness, creativity, and commitment to a better future for all and for the achievement of the SDGs by 2030. From UNDP, we are grateful to have been able to support this initiative, and we look forward to setting new milestones for the awards and opportunities for future cooperation in the Kingdom. So from the United Nations Development Programme in Bahrain, thank you. Thank you for participating, and thank you for the opportunity given to us to be part of this great initiative. We look forward to many editions in the years to come, many more participants and excellent applications to find practical solutions for the achievement of the SDGs by youth and for youth. Thank you. وحانت اللحظة المرتقبة والتي ينتظرها الجميع للإعلان عن نتائج الفائزين من جميع الفئات المشاركة والتي تنقسم إلى فئتين رئيسيتين هما فئة الشباب وفئة الداعمين للشباب. نترككم مع فيديو إعلان النتائج. الفائزين في النسخة 3 من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بداية مع فئة مساهمة الشباب في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الفائز بجائزة الشعوب السيدة إيفيت إشيموي من رواندا لمبادرتها IRIBA Tab and Drink، والتي تهدف إلى تحسين الوصول إلى مياه الشرب النظيفة للمجتمعات الحضرية ذات الدخل المنخفض، مع خلق وظائف لائقة للشباب والنساء المحليين، وفي نفس الوقت حماية البيئة من خلال تجنب استخدام الزجاجات البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة والتي يشاع استخدامها لتعبئة المياه. الفائز بجائزة الازدهار
السيدة إستر إجروهين أجاري من نيجيريا لمبادرتها The Try Healthon، وهي منظمة غير ربحية تروج للمساواة الصحية في أفريقيا، وأول منظمة في غرب أفريقيا تطبق طرق التأمل ودمجها ضمن أساليب العلاج والرعاية الصحية، وتعمل أيضاً لمكافحة الأسباب الرئيسية لوفاة الأطفال النيجيريين دون سن الخامسة. الفائز بجائزة الكوكب السيد فرانك كاموجيشا من أوغندا لمبادرته إيكوبلاستاي، وهي مؤسسة اجتماعية ناشئة تأسست لمواجهة تحديات التلوث البلاستيكي بعد الاستهلاك وإدارة النفايات وإزالة الغابات وتغير المناخ مع مساعدة المجتمعات المحرومة. وتعمل المؤسسة مع الشباب والنساء المهمشين بشكل خاص لجمع البلاستيك وبيعه، بالإضافة لإعطاء أفراد المجتمع خيار استبدال النفايات بغطاء تأميني مثل التأمين الطبي ودفع الرسوم المدرسية والحصول على المياه الصالحة للشرب من خلال نظام تأمين النفايات. الفائز بجائزة السلام السيد كيتا ناكانو من اليابان لمبادرته Accept International، التي ساهمت في بناء السلام ومكافحة التطرف الشديد ومساعدة ضحايا بعض النزاعات المستمرة حول العالم والتي تشهد قليلاً من التقدم نحو إنهائها. تسعى المنظمة إلى مد يد المساعدة لأولئك الذين يشعرون بأنهم منبوذين من قبل المجتمع لمشاركتهم السابقة في التطرف الشديد، وتساهم بإعادة دمجهم في المجتمع. والآن مع فئة تمكين الشباب وإجراءاتهم وتأثيرهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. الفائز بجائزة التمكين المالي مؤسسة المبرة الخليفية من مملكة البحرين، وهي مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2011 في مملكة البحرين، وتهدف إلى إحداث تأثير اجتماعي في مجال التعليم وتمكين الشباب للوصول إلى إمكاناتهم المثلى من خلال تزويد الشباب بالمعرفة والمهارات وبرامج تنمية الشخصية التي تمكنهم من تطوير أنفسهم ومملكتهم. الفائز بجائزة التمكين المؤسسي مؤسسة شباب البحر الأبيض المتوسط للتنمية من جمهورية مصر العربية. تستهدف المؤسسة الشباب من دول البحر الأبيض المتوسط وجيرانهم، وخاصة أولئك الذين يعيشون في المناطق الحدودية أو المدن الريفية، وهذا يمنحهم فرصا أقل للمشاركة الإيجابية في بلدانهم. وتعمل على مسار تعليمي غير رسمي يساعد الشباب على تنمية قدراتهم في المهارات الحياتية والعلامات التجارية الشخصية وتحديد الأهداف، ليكونوا قادرين على دخول سوق العمل وتحديد مسار حياتهم المهنية من خلال اكتشاف قدراتهم وشغفهم من خلال الأنشطة التفاعلية. الفائز بجائزة التمكين التقني مؤسسة No One Teach One من فيتنام، والتي تهدف لمساعدة ودعم وتطوير بعض الشباب الذين ينحدرون من خلفيات محرومة اجتماعياً مثل ضحايا العنف والأيتام والأقليات العرقية والفقراء، وتوفير دورة تدريبية شاملة ومجانية في الضيافة لمدة 24 شهراً للشباب المستهدف. وعند التخرج يحصل المتدربون على الشهادة الثالثة في فن الطبخ التجاري أو الضيافة من أستراليا. وتدير المؤسسة مطعماً يتدرب فيه الشباب بالتوازي مع الدورات الدراسية مع التوجيه والإرشاد الوثيقين من قبل موظفي المطعم. نبارك لجميع الفائزين في هذه النسخة من الجائزة، ونتمنى دوام الصحة وتوفيق للجميع. نبارك لجميع الفائزين، وإلى أن يتجدد موعدنا في النسخة القادمة من جائزة الملك حمد لتمكين الشباب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، نقول لكم عشتم باستدامة، وإلى الملتقى في النسخة الرابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.